سياحة مراقبة الطيور الحوامة والمهاجرة ده نمط جديد من السياحة بتستهدفه مصر من خلال واحدة من المشاريع الطموحة اللي بتتبناها وزارة البيئة ووزارة السياحة والأثار لجذب ملايين السياح سنوياً، خاصة أن مصر بتضم تاني أكبر مسار للطيور المهاجرة. مؤخراً تم الإعلان عن إقامة مرصد الجلالة لمراقبة الطيور. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المرصد، عن خطة سياحة مراقبة الطيور من ضيفنا دكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة بوزارة البيئة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. كل سنة وأنتم طيبين. هل هذا وحضرتك طيب، هل هذا النوع من السياحة هو موجود بالفعل ولا مستحدث؟ سياحة مشاهدة الطيور واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم، ودي سياحة مهمة جدا جدا اللي بتعتمد على البيئة والموارد الطبيعية. ومصر بموقعها الفريد وبما تضمه من موارد طبيعية، محميات طبيعية، أنماط مختلفة من السياحة البيئية، سوق واعد للسياحة البيئية. وسياحة مشاهدة الطيور موجود في العالم من زمان جدا. يمكن اقتصاديا بعض الدول بينفق على هذا النمط مليارات الدولارات. احنا حظنا قليل، انما في الفترة الأخيرة التعاون الكبير بين وزارة البيئة ووزارة السياحة بدأ ياخد مجال أوسع للإعلان عن تنشيط هذا النمط من سياحة مشاهدة الطيور. طيب لو احنا يعني عايزين نعرف من حضرتك كده القصة بتبتدي منين وازاي، ايه انواع الطيور يمكن اللي بتعدي فعشان كده بيجي السياح من بلاد كتيرة جدا يجوا يراقبوها ويشوفوها، احكي لنا على القصة كلها كده كأننا عايشينها. طيب انا عايز اديكم بس خلفيه عن المشروع بتاعنا الاول. احنا اسمه مشروع صون الطيور الحوامه المهاجره. ده ممول من وفق البيئه العالميه وبينفذه جهاز شؤون البيئه المصري بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحده والمجلس العالمي لحمايه الطيور والجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه. ده فصيل من الطيور اسمها طيور الحوامه. على مستوى العالم في 10,000 نوع من الطيور تقريبا، بيعدي على مصر 350 نوع، مرصود في مصر 500 نوع من الطيور، 150 مقيم و350 مهاجر، بحوالي 500 مليون طائر. بيعدي على مصر حوالي 500 مليون طائر في عدة مسارات. فيه منهم مسار هجرة البحر الأحمر، ده تاني أهم مسار للطيور الحوامة على مستوى العالم بعد مضيق بنما. فإحنا في مسار في قلب العالم القديم بنربط قارات أوروبا وأسيا مع أفريقيا، فده بيعتبر تاني أهم مسار ليه على مستوى العالم. بيجي من السويس وبعدين السخنة، نقول جنوب سيناء أو شمال سيناء وجنوب سيناء، السويس، العين السخنة، البحر الأحمر، جبل الزيت والبحر الأحمر وأسوان كمان. تمام. في موسم الخريف والربيع عندنا طيور اخرى، يعني طيور الحوامه ده نوع من الطيور، هم 37 نوع، 2 مليون طائر. انما في الطيور المائيه مثلا، يعني من حوالي 10 ايام كنا في بورسعيد بنعلن عن المؤتمر الدولي لسياحه مراقبه الطيور. ده كان مؤتمر دولي، مهرجان دولي في الحقيقه بالتعاون بين وزاره البيئه ووزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه ومحافظه بورسعيد. كان نقطه فارقه ومهمه جدا للاعلان عن تنشيط سياحه مشاهده الطيور عن الطيور المائيه. الطيور المائيه بتكون متواجده اكتر في البيئات المائيه زي البحيرات والاراضي الرطبه، زي الساحل الشمالي في مصر، بحيره المنزله وادكو، ملاحه بور فؤاد، بحيره ناصر، شتوم الجميل، عندنا قارون ووادي الريان. يعني اي منطقه مائيه او اراضي رطبه بتهتم بيها الطيور المائيه اكتر. في طيور تانية اسمها العصافير، العصفوريات او الطيور الخواضه كمان. ففي مجموعه كبيره جدا وفصائل متعدده من الطيور بيعدي على مصر حوالي 500 مليون طائر. في طيور جرحى كمان. الطيور الجرحى دي طيور الحوامه، يعني طيور الحوامه دي 37 نوع معظمهم من الطيور الجرحى. يعني هي الصقور والنسور ومجموعه اللقالق، اللقلق الابيض والاسود والبجع وابو منجل. فدول حوالي 37 نوع بيعدوا على مصر في موسم الخريف وفي الربيع باعداد كبيره جدا. يعني احنا مصر بتعتبر جسر بري بيربط قارات اوروبا واسيا مع افريقيا، فعندنا حاجه اسمها ما يعرف بعنق الزجاجه او الممرات الحرجه للطيور. يعني مثلا في شرم الشيخ مثلا كنا في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في شهر 11، واستعدادات ضخمه جدا في المنطقه هناك. واحده من اهم مناطق عبور طيور الحوامه على مستوى العالم شرم الشيخ. يعني معالي رئيس الوزراء زار منطقه بحيرات الاكسده في شرم الشيخ وشفنا عشرات الالاف من الطيور واقفه في نفس الوقت، والطيور الجارحه النسور والصقور، اعداد كبيره جدا جدا. ده توقيت عودتها تقريبا، ده توقيت الخريف قدومها من اوروبا واسيا. يعني هي بتبدا من شهر 8 لشهر 11 القدوم من اوروبا واسيا عشان تهرب من البرد اللي هناك، وتبدا تهاجر لافريقيا نحو الدفا والجو الشمس الاراضي الكويسه، وبعدين العوده تبقى في الربيع من شهر 2 لشهر 5.
في المسار ده الطيور، يعني لو خدنا طيور الحوامه كنموذج والطيور الثانيه برضو بتتعرض لمخاطر كبير جدا في مسار هجرتها. يعني مثلا نقول ان هي ممكن يتم الصيد بتاعها صيد جائر، ممكن تصطدم بتربينات الهواء وسلوك نقل الكهرباء، ممكن التلوث باشكاله. فمصر قدمت نموذج على مستوى العالم رائع في التوفيق بين الاستثمارات والبيئات المختلفه والحمايه الطيور. يعني على سبيل المثال مثلا معاهات الطاقه المتجدده عملنا برنامج الغلق عند الطلب في منطقه خليج السويس مع محطات طاقه الرياح، وقدرنا ان احنا نعمل توأمه بين الاستثمارات العالميه في استثمارات ضخمه داخل مصر في انتاج الكهرباء النظيفه من محطات طاقه الرياح وحمايه الطيور. بنوقف التربينات بعض الوقت اثناء موسم الهجره اللي هم 6 شهور في السنه. حضرتك بالنسبه للبحيرات مثلا، الاهتمام بتطهير البحيرات مثلا عالج مشكله التلوث بدرجه كبيره. بحيرات الصرف اللي هي محطات الاكسده اللي هي زي شرم الشيخ مثلا، يعني دي اتعمل بروتوكول تعاون مع شركه القابضه للمياه والشرب والصرف الصحي مع وزاره البيئه، وقدرنا نعمل نموذج في شرم الشيخ هيتم تعميمه على مسار الهجره كله، ان احنا نعالج المياه دي نعالجها وتبقى منطقه امنه لحمايه الطيور، لان دي نقطه تجمع لعشرات الالاف من الطيور في كل موسم. يعني فعلا ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل جو، بيخلق جو مناسب لسياحه مشاهده الطيور. لما العالم كله دي طيور مهاجره، يعني دي طيور بتهاجر من اوروبا واسيا ناحيه افريقيا مرتين في السنه، وانواع كتير حاجه بتقول 10,000 نوع اللي تقريبا على مصر، موجود في مصر حوالي 500 نوع منهم. بس الاعداد 500 مليون يعني، يعني اعداد ضخمه جدا وبتتجمع بعشرات الالاف في نفس الوقت. فاحنا عندنا فرصه ذهبيه ان احنا ننشط سياحه مشاهده الطيور. يعني شرم الشيخ مثلا لما عندنا 5 مليون سائح بيجوا كل سنه شرم الشيخ، وهي تقع في مسار هجره البحر الاحمر. فاحنا فعلا ممكن نعظم وننمي سياحه واقتصاديات سياحه مشاهده الطيور. تعمل مهرجان بورسعيد، هنعمل مهرجانات اخرى، تم تدريب اكثر من 112 مرشد سياحي على سياحه مشاهده الطيور ومراقبه الطيور. فده نمط جديد فعلا هيخلق اقتصاد جديد ونمط جديد من السياحه البيئيه في مصر. طب خلينا نتكلم عن السياحه البيئيه، واللي منها اكيد مراقبه الطيور. احنا عندنا يمكن في مصر غنيه شويه بالنوع ده من السياحات، وعايزين نركز بقى عليه ونعرف مصر عملت ايه في الملف ده بالذات. احنا عندنا محميات وعندنا اماكن كتير، عندنا دهب وراس محمد ونويبع ورياضات الغوص، عندنا حاجات كتير قوي نقدر ان احنا بيها نجذب سياح من جميع انحاء العالم عشان يجوا. اللي مهتمين بالشعب المرجانيه موجود، اللي مهتمين بالطيور موجود، اللي مهتمين باي حاجه موجود، الابار والعيون والحاجات دي كلها. احكي لنا عن النوع ده من السياحه بالذات، ومصر عملت ايه في هذا الملف؟ بشكر حضرتك جدا على السؤال ده. مصر غنيه جدا بالموارد الطبيعيه، عندنا 30 محميه طبيعيه معلنه في مصر بتنتشر في ربوع مصر كلها، وكمان بنحمي التنوع البيولوجي خارج شبكه المحميات الطبيعيه. تمام. السياحه التقليديه معروفه في مصر سياحه الاثار والمعابد والمتاحف، ودي سياحه تقليديه من زمان جدا. انما السياحه المعتمده على البيئه دي سياحه جديده جدا بتعتمد على الموارد الطبيعيه الموجوده. عندنا في وزاره البيئه كمان مشروع متخصص عن السياحه، يعني ودمج انماط السياحه البيئيه والتنوع البيولوجي في القطاع السياحي. فالسياحه اللي تعتمد على البيئه الموارد الطبيعيه، نقول مثلا سياحه الغوص، سياحه السفاري، سياحه الكامبينج او المبيت في المخيمات، التزحلق على الرمال مثلا، مشاهده الطيور ده في الفيوم، التزحلق على الرمال في الفيوم. وفي جنوب سيناء دلوقتي في محميه نبق بدات وزاره البيئه تاخد في الحقيقه بعد اقتصادي كبير جدا لاستغلال الموارد الطبيعيه في الاهتمام باقتصاديات السياحه البيئيه. يعني بدانا نفتح بعض المحميات لانماط معينه من السياحه والاستثمار في المحميات الطبيعيه، بعض المحميات مش كل المحميات، ونوفق بين الاستثمار السياحي والسياحه البيئيه. يعني مثلا ممكن نسمح في بعض المحميات بانشاء منتجعات ومخيمات بيئيه مثلا، تقدم خدمات للزوار وفي نفس الوقت تراعي البعد البيئي. فده نوع من السياحه البيئيه منتشر على مستوى العالم وبدا ينتشر في مصر في الفتره الاخيره، وتهتم وزاره البيئه بهذا النمط. سياحه مراقبه الطيور ده نمط مهم جدا من السياحه البيئيه، لان هو مش كل سياحه بتعتمد على البيئه سياحه بيئيه، في اشتراطات عشان نقول السياحه دي سياحه بيئيه. يعني مثلا لو جبنا مجموعه من الغطاسين او الناس هتنزل البحر وتدمر الشعاب المرجانيه، هل دي سياحه بيئيه؟ لا، مضره للبيئه طبعا. او ان هو دخل بالعربيات وسط الطيور اللي واقفه مريحه في مكان ما في الصحراء وعشان يستمتع بمنظر الطيور وشكلها الجميل وهي طايره، هل دي سياحه بيئيه؟ لا طبعا. فالسياحه البيئيه لازم تحمي الموارد الطبيعيه، تقدم خدمات للسكان المحليين اللي هم مرتبطين في الاساس
بالبيئه وهو المحميات الطبيعيه احيانا بنعلن المحميات وجواها سكان محليين فلازم نراعي البعد البيئي مع السكان المحليين نشغلهم نوفر لهم وظائف اخرى من خلال دعمهم في المنتجات البدويه مثلا يعني بيع المنتجات البدويه والاعشاب الطبيعيه ففعلا المحميات الطبيعيه وامكانيات مصر في هذا المجال بدات تفتح مجال واسع وافق للسياحه البيئيه المعتمده على البيئه واللي بتحمي البيئه في نفس الوقت عشان تحقق مفهوم السياحه البيئيه. عظيم. مصر حريصه دكتور اسامه على حمايه التنوع البيولوجي ومن هذه المظاهر زي ما كنا بنتكلم من شويه لحمايه الطيور الحوامه والمهاجره. احنا عندنا مرصد الجلاله ده عايزين نتكلم عنه بقى. تمام. ازاي تم انشاء هذا المرصد؟ اختيار المكان؟ مين الفرق كمان اللي بتقوم بعمليه الرصد والمتابعه لهذه الطيور؟ تمام. في مصر فعلا زي ما قلت في مناطق عروق زجاجه ومناطق مرور حرجه لعبور الطيور بأعداد كبيرة جدا، منها منطقة الجلالة، منطقة الجلالة دي قريبة من منطقة العين السخنة. فعندنا الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، ده شريك بيرد لايف أو المجلس العالمي لحماية الطيور، اتعاون مع وزارة البيئة لعمل نقطة مراقبة الطيور في منطقة الجلالة، ده منطقة مرتفعة جدا عن سطح البحر بتوصل لأكثر من 800 متر عن سطح البحر، فبتشوف الطيور الحوامة يعني قريبة جدا من المراقبين. فبدأت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تاخد فرق من مراقب الطيور مع أعضاء من وزارة البيئة ويبداوا يرصدوا المنطقه هناك الطيور اللي هي قريبه جدا من الناس يعني عايزين نعمل الاحتكاك او المشاهده عن قرب للطيور فمرصد الجلاله بدات الفكره من السنه اللي فاتت مع الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه وان شاء الله باذن الله يعني هيتعمل مبنى هناك مبنى ويبقى مبنى مستديم للاقامه البيئيه زي اقامه بيئيه منتجع بيئي صغير مثلا او الاعتماد على المنتجعات المحيطه عشان نروج لسياحة مشاهدة الطيور لأن هي قريبة من القاهرة ممكن ناخد مجموعات من الطلبة مجموعات من الجامعات من مراقبة الطيور ونطلع هناك نعمل مراقبة الطيور في مرصد الجلال مرصد الجلال نقطة مهمة جدا عندنا مرصد العقبة في الأردن بنفكر نعمل واحد في شرم الشيخ مع الشركة القابضة في منطقة حوض الأكسدة ودي فكرة موجودة من السنة اللي فاتت في منطقة الغابة الشجرية هنعمل مرصد إن شاء الله في شرم الشيخ عندنا في أسوان برضو في فكرة قد تنشأ إن احنا نعمل مرصد ونقطة مراقبة عظيم. في منطقة أسوان برضو ففعلا منطقه الجلاله منطقه واعده وان شاء الله مستقبل واعد ليها لمساعده مشاهده الطيور. طيب النهارده حابين نتكلم مع المواطنين، نعرف انه ازاي نرفع الوعي لدى المواطنين بموضوع بالذات الطيور المهاجره، ازاي نحافظ عليها، ازاي نحميها، الحاجات دي كلها. ده نقطه مهمه جدا موضوع الوعي البيئي والثقافه البيئيه لدى عموم الناس، دي حاجه مهمه جدا لان الطيور مذكوره في القران وفي الانجيل وثقافه الشعب المصري من زمان من ايام الفراعنه، يعني الفراعنه حطوا النسر المصري واول من الاول رسومات على المعابد النسر المصري اللي هو ده مهدد بخطر الانقراض وهو طائر مقيم ومهاجر في نفس الوقت فلما بنعمل الفراعنه فيه البط والوز وحمايه الطيور وابو قرداني اللي بيحمي البيئه فالناس لازم تعرف ان ثقافه حمايه الطيور مرتبط بالانسان نفسه بحمايته وحمايه موارده يعني مثلا الناس لازم تعرف ان الصيد الجائر على طول الساحل الشمالي ده بيهدد موارد رزقها يعني لو نظمنا الصيد مثلا في انواع محدده بيتم صيدها على سبيل المثال فاحنا نصطاد الانواع المسموح بيها والاعداد المسموح بيها انما لو اصطادنا بكثافات كبيره جدا عشان نحقق مكاسب كبيره في وقت قليل هنفقد هذا المورد تمام فاحنا بنقول للناس ان الطيور دي ليها اهميه كبيره جدا على المستوى البيئي المستوى الثقافي والاجتماعي المستوى العلمي المستوى الديني طب احنا عايزين نشرح برضو للناس اللي بتشوف دلوقتي ايه اهميتها يعني هكلمنا دلوقتي عن اهميتها سياحيا فقط تمام نقول مثلا الاهميه الاقتصاديه مثلا نقول ان مصدر اللحوم من الطيور احنا بناكل الطيور البيض من الطيور صح كده الريش من الطيور اللي بنستخدم في صناعات كتير جدا الاقتصاد السياحي مساعد مشاهده الطيور ممكن نخلق وظائف من السكان المحليين والخريجين الجامعات على سياحه مراقبه الطيور في الشركات السياحيه او المجتمعات المدنيه فده شق مهم جدا من الاقتصاد في اهميه بيئيه يعني مثلا نقول ان في انواع بتاكل الفيران بتاكل التعابين وبتاكل الجراد يعني مثلا في 2004 كان في هجمه كبيره جدا على الجراد في مصر حد لو افتكرنا كان في هجوم كبير جدا من الجراد من افريقيا ووصل لشرم الشيخ كمان في الفتره دي وده الجراد لما بيكبر بيكتر بعدات كبيره جدا بياكل المزروعات الطيور بتتغذى على الجراد اللقلق لما بيتغذى على الجراد من افريقيا فلو اصطادنا اللقلق ومات اللقلق ده الجراد هيكتر فياكل المحاصيل بتاعتنا لو الفيران كترت هتاكل المحاصيل بتاعتنا فبتعمل ايه بتعمل ما يسمى بالتوازن البيئي فالطيور جزء من حياه الانسان ممكن نستمتع بيها ممكن تقدم لنا خدمات ومنافع بيئيه في ان هي بتعمل توازن بيئي بالحاجات اللي بتاذي الانسان النسور مثلا النسور بتتغذى على المترممات الحيوانات النفق الكبيره جدا
في الهند على سبيل المثال كان عندهم حوالي 40 مليون نسر. لما هم مش بياكلوا الحيوانات الابقار على وجه الخصوص يعني وبداوا يعالجوها، بدات الابقار وهي بتموت بالعلاج بتاعها ده النسور بتتغذى عليها، النسور بتموت. وصل ال 40 مليون نسر ل 10,000 نسر. الهند بتصرف اكتر من 10 مليار دولار سنويا على صحه الانسان من الامراض الناتجه عن انتقال البكتيريا والفيروسات من الحيوانات النفقه التي كانت تاكلها النسور. فبدات تعمل استعاده بيئات واعداد النسور تاني في البيئات بتاعتها، تصرف مليارات تانيه عشان تعيد النسور لبيئتها. فانا لو عندنا نسور ودي موجوده في مصر مقيمه، ومنها النسر المصري اللي بيهاجر ومقيم في مصر، وعندنا النسر الجريفون او النسر الاسود موجود في مصر شكله جميل جدا بيتغذى على المترممات، بيحمي الانسان من انتقال البكتيريا. طب هو ليه بيهاجر؟ دي نقطه مهمه. نعم، ليه بيهاجر؟ الحيوانات بتهاجر، النسر المصري دي فطره وغريزه ربنا خلقها في الطيور على وجه الخصوص، وهي الطيور في الحقيقه بتربط الناس وتربط الثقافات والشعوب من زمان جدا. فهي بتهاجر من الناحيه الشماليه للناحيه الجنوبيه من الكره الارضيه عشان ايه؟ بتهرب من الصقيع ومن البرد. لما الثلج يغطي الارض في اوروبا مش هتلاقي اكل. طيب، وكمان ده بياخدنا موضوع التغيرات المناخيه على فكره يعني. فهي بتهاجر في اوقات معينه، غريزه ربنا خلقها بالفطره ان هي بتهرب من البرد والصقيع بتاعها، تروح افريقيا تلاقي ايه؟ هتلاقي ارض فيها اكل وفيها دفا وفيها تربه ان هي تحط البيض بتاعها وترجع مع الافراخ بتاعتها. فبتهاجر، فدي الهجره ان هي بتحمي النسل بتاعها عشان القيد على الحياه، الفطره ان هي تبقى على الحياه عايشه. فبتهرب من الصقيع تروح افريقيا وترجع تاني في الربيع لما الازهار ترجع لاوروبا. تبدا بقى موضوع التغيرات المناخيه ايه؟ نقول ان هي بتهاجر في اوقات معينه بالتحديد. طيب لو حصل في اوروبا مثلا البرد جه بدري قوي فحصل تغير مناخي اهو، فتبدا تهاجر بدري عن موعدها. وده اترصد في مصر في الفتره اللي فاتت. طيب هي وهي بتهاجر بتاكل حشرات وديدان وبتعمل تنظيم للبيئه. طب الديدان واليرقات والحشرات والقواقع ليها فترات في التزاوج برضو. صحيح. يعني في مصر وفي افريقيا ليها فترات، لو جت بدري مش هتلاقي الاكل بتاعها. صح. فممكن تموت، ممكن الاعداد كبيره جدا تفقد منها. فموضوع التوازن البيئي وعلاقه التنوع البيولوجي بالتغيرات المناخيه بدانا نهتم بيه جدا. وزاره البيئه عملت فعلا سبوت لايت او هاي لايت عليه في مؤتمر التغيرات المناخيه، وكنا في مؤتمر التنوع البيولوجي كان في كندا من في شهر 11 اللي فات، في شهر 12 اللي فات انا اسف، وكان في مشاركه كبيره جدا من قطاع حمايه الطبيعه وجهات شؤون البيئه عشان نربط بين التغيرات المناخيه والتنوع البيولوجي في مصر على وجه الخصوص. طيب دكتور اسامه، سريعا جدا، ازاي مصر تقدر ان هي تسوق لهذا النوع من السياحات وتقول للعالم كله ان يا جماعه الناس المهتمه بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وطيور المهاجره وكل الحاجات دي، تعالوا احنا عندنا الحاجات دي في الوقت ده؟ تسويق وتنشيط السياحه، اتفقنا مع تنشيط السياحه، نعمل المهرجانات بكثافه، المؤتمرات الدوليه اللي موجوده بتتعمل كل سنه، مهرجاناتنا السياحيه بتشارك فيها وزاره البيئه ووزاره السياحه، لازم يكون في فعلا الموضوع على مستوى العالم. الميديا الفيسبوك والواتساب والربط مع الشبكه الدوليه دي كلها اهميه كبيره جدا ان احنا نسوق للمنتج بتاعنا. سياحه مشاهده الطيور لو اهتمينا بيها في مصر هتدخل مليارات الدولارات لمصر. فعلا الموضوع ده محتاج تنشيط، مبادرات واهتمام كبير جدا في الفتره الجايه من هيئه تنشيط السياحه، وزاره السياحه، وزاره البيئه، والتعاون بين كل المحافظات اللي فيها النقاط الحرجه لمرور الطيور. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شرف لنا ونورتنا دكتور اسامه الجبالي مدير مشروع طيور الحوامه والمهاجره بوزاره البيئه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.